وصافي ما كاينش اقصاء، حيت ما الاقصاء ملي كيكون ملي كيجيو كيقول لك انت راه ما عمرك ما غادي يعني كتوصلك واحد المعلومه. انا ما كايناش معلومه انني تقصيت، ولكن كاين اهمال. شنو السبب ديالو ما عرفتش. شوف انا خدمت في مداوله بزاف، كانوا عندي بزاف ديال الادوار لعبتهم، بالنسبه لي كنعتبرها مدرسه اللي ما عمرني ما غنساها، استفدت منها كاع الخبرات اللي كنت غناخذهم في هذه الاعوام في كاع الاعمال خديتهم في مداوله. يعني انا خرجت من مداوله خرجت موجوده، بحكم انا فنانه، انا ممثله. الممثل دائما طماع، ملي كيكون ممثل طماع كيبغي يلعب بزاف الادوار، ينوع في الادوار ديالو. فخديت قرار انني علاش لا ما نمشيش ونقلب على راسي، نخدم في مسلسلات، نخدم في وداكشي اللي درت قاتله شويه بشويه حتى تجي الفرصه. والمشكل ما فيا ما فيهم، ما عرفتش المشكل فين كاين بالضبط، ولكن نقدر نقول لك واحد شويه فيا انا، لانني انا اللي هملت راسي، انا اللي حست شويه حدوديه شويه، ما بقاش عندي علاقات مع الناس. كاين اللي كيجيب له بالو بان ما بقيتش في الدومين او كيلقاوها سبه، فلقيت راسي انا ما بقيتش كنخدم بزاف. لا ما عندهاش علاقه، حيت شوف الممثل الا كان ممثل راه غيخدم وغيستمر، واخا غيخدم ادوار صغيره، ولكن دائما عنده هذاك الحب ديال التمثيل. بحال دابا مثلا انا لحد الان مازال ما جاونيش ادوار بطوله، مازال ما خدمتش ادوار كبارين، ولكن حيت انا كنعتبر راسي فنانه بالقلب وبالذات بالدماغ باي حاجه، كنتقاتل ما عمري ما مليت. وهما يمكن تقدري تلقاهم يخدموا بطوله ديال عمل وبعد مره العمل الثاني ما غايعيط لهم حتى واحد، وما غتكونش عندهم النفس، الا الا كانت شي موهبه ولا الا كان شي واحد موهوب وتا هو باغي يزيد بهذه. تمنيت بالعكس تمنيت، ولكن ما كانش زعما غيره ولا شي حاجه، كان ديك الشوفه ديال يا ريت كنت في واحد العمل وكنت انا من المكرمين، وتا انا نقول واحد الكلمه في حقي وفي حق هاد الطريق كامل اللي ضربت ومازال ما وصلت وجاتني هاد الفرصه، ولكن ان شاء الله غادي تجي. كاين الامل دائما، لا ما عمري ما نفقد الامل. الامل غنفقدو الا كنت واحد الانسانه ما مقتنعاش براسي، ما مامناش بالموهبه ديالي. انا مامنه براسي ومامنه بالموهبه ديالي ومامنه بانني انا فنانه، غير كنتسنى الفرصه ديالي في واحد البحر، حيت ماشي ممكنش غير بحديتي. كاين بزاف البنات تبارك الله في لاج ديالي، كاين بزاف البنات، كاين منافسه قويه، كاين اللي عنده عائلات، كاين اللي عنده كونتاكت، كاين اللي عنده صحابو، كاين اللي عنده كل واحد منين كيخدم كل واحد بجهه. انا بوحديتي ما عندي حتى شي واحد اللي كيدافع عليا، فانا كندافع على راسي، فسويه الطريقه تكون صعيبه. ماشي كلشي، لا بالعكس ماشي كلشي. كاين الناس اللي تقاتلوا بحالي ووصلوا وجاتهم فرصه. هي مساله فرصه، شي فوا تجيك فرصه، كاين اللي كتجيه بالحظ، كاين اللي كتجيه بمعرفه، كاين اللي كتجيه بالصدفه، كل واحد وكيفاش الحظ ديالو. كاين اللي باقي عاد كيتقاتل عليها بحالي دابا، انا مسكينه يلاه باقي كنتقاتل، ما يمكنش. عرفتي بحالاش؟ بحال كتحس براسك انت مثلا نهار كامل ما كليتيش، 3 ايام او سيمانه ما واكلش، واش ملي غتحط قدامك الماكله ما غتاكلهاش؟ غتاكلها بلا هفه وبحب وباحساس. الوغ نهار غادي تجيني هذيك الفرصه، فسي نورمال غنخدمها بحب وغنخدمها باحساس وغادي نخدمها كما كنقولوا حنا بالنفس، باش نبرهن لراسي انا اولا، لان فوالا جاتني الفرصه وما خصنيش ندم عليها، ونبرهن لهذوك الناس اللي ما كانوش كيعطيوني فرص قبل. فوالا انا شنو انا والله كنقول لهم تبارك الله عليكم، الله يرحم الوالدين، فكروا فينا شويه، راه بزاف هادشي، راه عيقتوا علينا، ديروا شويه الالتفاته. نو سي فغي. شوف بروح فنيه كنتمنى كما كيعطيو فرص للشباب، وكيعجبني الحال كنشوف وجوه جديده وزوينه وكيتلونصاو وكنفرح. يلتفتوا غير شويه للناس اللي بادين مساكن وكيلقاوهم واقفين، نقولوا ما فيها باس، هذا العام نشجعوا واحد 4، العام الجاي 5، العام الجاي 2، وهكا كتستمر وكل واحد كياخذ حقه. زوينين، لكن تبارك الله. شوف انا هذا العام هذا شفت بزاف الاعمال كانوا في المستوى دراري، كانوا شي وحدين اللي مثلا، ولكن الاغلبيه شفتهم عجبني الحال. وليدات تبارك الله شتي دابا اغلبيتهم خدامين بالنفس، كتلقاه باغي، لان هذيك الفرصه الا ضيع هذيك الفرصه المره الجايه كاين بزاف كيتسناو النوبه غادي يمشي، الوغ خاصو يستغل الفرصه. وداكشي اللي بالي تبارك الله عليهم.